حمامتكم مع كوكينج وسر معي جاد. صباح الخير، كيفك اليوم؟ انا يعني كثير منيحه. ايه جود. اليوم شوي ابكر، اليوم ايه ابكر شوي، بس رح نعمل ريسيت. يعني مثل ما دائما بنشتغل انا وياك، ما بنروح على كثير على اشياء كلاسيك، بناخذ كلاسيك وبنشتغل فيه من غيره وبنحسنه 100%. صح. فاليوم رح نعمل كروك مسيو، اللي هي الريسيت اللي كثير هينه، اللي هي كثير مشهوره، اللي هي بالاساس بان دومي او بان بريوشي. فيها بقلبها نوعين جبنه جروير او ايمونتال وجامبون. ها هي ال... فينا نحط داند، فينا نحط، صح، هيدي الكلاسيك. هلا نحن اليوم شو رح نعمل؟ رح ندخلها دجاج. هلا بنشوف شو رح نعمل بالصدر. ايه شفت الدجاج عم تقول لك مزبوط، يعني اذا ب... كروك دجاج مع كروك مسيو بقلب بعضها. رح ناخذ صدر الدجاج، هلا بنشوف كيف وصلنا لهون. اذا بتلاحظي مقصوصه ومدقوقه، رح تكون على قد الخبزه. يعني 1 سلايس بقلب الخبزه، وراح نحط بقلبها بروفولون وموتزاريلا وهام. هلا الخبزه لها طريقتين بالكروك مسيو، في يا في ناس بسألك اي نوع من الخبزه نختار؟ في خبزتين، في يا بان دومي يا بان بريوشي، بس الفرق هو انه احنا اليوم رح ناخذها الطريقه البيتيه اكثر. رح نحط زبده بالمقليه، رح نقليها، رح اوكي حتى نعطيها نعطيها الكروت اللي بتقرش، وبنفس الوقت نعطيها الدسامه والطعم الطيب، لان مع الجبنه والزبده اكله بتطلع. بنفس الوقت بس نركب الساندويتش، رح نحطها بالفرن حتى كل هالجبنه بقلبها تدوق. اوكي شو بنعمل هيك سلطه صغيره؟ حتى خلينا نبلش. خلينا نبلش بشو؟ بالدجاجه. بدي بلش بالدجاج انا، بس لفرجي كيف عملت الصدوره. هلا هون انا عامل العدد الكافي، بس بدي اعمل شقفه وحده بس تنفرج المشاهدين مزبوط. كيف عملنا بلكي بهالوقت. هلا هيك بنبلش نشتغل حد بعضنا. هلا بس نخلص الدجاج بنبلش ننقي شويه نعناع وزعتر، مش ضروري هلا، بس خلينا نشوف سوا الدجاج. انا بدي هلا. يلا هلا هيك الكميه بتدوبي هلا. لكن هيدي صدر الدجاج رح نقصه هيك لثلاثه. دائما بنقص بهالطريقه، بنحط ايدنا على الصدر وبنشد حتى نقدر نعمل كنترول على السمكة. اوكي هيدي اكيد الحروف اللي بنقصهم بنستعملهم بغير شيء. نعمل مرقة الدجاج فيهم، نعمل فيهم 100 خبرية، فاهيتا، شاورما، ستيو. قد ايه بدك؟ بدي اعمل هيك سلادة صغيرة، شوية نعناع، شوية بقلة. كون انا هون شهلت، لكن شو رح اعمل؟ بقلة اصلا بيبي بقلة. مزبوط، ناخذ الطربون والورقة من الميلة التحتانية. منيحة هالطربون. إذا بتلاحظي عم دقة، ما بدي أعملها كثير رقيقة. أوكي. وبنفس الوقت بدي أكبر حجم الدجاجة لتصير قد الخبزة. صح. دايما بقلب الورق الهين كثير الشغل. ليكي شو بنعمل؟ بنرجع بناخذها بنلفها هيك، بنتعجى بطريقة إنه نقدر نعمل كنترول على الشكل، بنرجع بندق. دايما ملحت ورقة. أكيد ما بيندق. تما تلزق. بينخزي، بلزق، ما بقعد فينا نعمل كنترول على برودوي نحن عم ندقه. هيدي خلصت، حعمل بعد وحده. لك شو هينه صارت عندنا جاهزه. هلا نحن بكره كمان عندنا روسات الدجاج، رح نشتغل بكره بوبيات كمان حشوه جديده. اوكي. رح نشتغل طريقه الدق هي ذاتها ستيفاني. فاذا بدك اليوم نكون عم ندق وعم نفرجي المشاهدين عن اليوم وبكره، عن اليوم وبكره. يعني بكره بنطلع نص حلقه. هيدا الدجاج خلصنا منه. هلا اكيد والضجه خلصنا منه. والضجه خلصنا منه. اوكي هول الدجاج خلصوا، رح نشيل الشقف الباقيين ورح نشيل كل الاغراض اللي اشتغلنا فيهم بالدجاج. بدك تحط حبق؟ كم ورقة حبق هيك بالنص كمان بيعطوا طعمة للسلاد. رح اخذ هاي الشقفة حطها بالرد. روسات مثل ما قلنا هي الكومبينيشن اللي فيها جديد، شغلة كثير هين. ايه ولا مرقة لك روبوسيو مع الدجاج. شو رح اعمل؟ رح بلش اطبخ الدجاج انا تحت يلحق يبرد شوي لنقدر نشتغل فيه. اوكي. وبنجي بنبلش نطبق الساندويشات. بدك تشويهم ولا بدك تبنيهم؟ فينا نعملهم بالمقليه بفواليه وفينا نعملهم بالفرن. انت كيف بدك تعمل؟ هون رح نعملهم ضربه بالمقليه. ليش؟ لانه رقيقه كثير وما رح تاخذ وقت معنا.
لأنه رققناها رح تسوي معنا بسرعة. أوكي. هلا بنطبخ الدجاج وبنبلش نقل الخبز. الدجاجة ما رح نحط لها نقعة، بس رح نحط لها إيه تما تعطي كتير ما كتير بدنا نقي، لأنه الطعمة بهالساندوتش بالخبزة وبالجبنة اللي بقلبها. صح. حتى الدجاج هلا بتلاحظي رح نحط له رشة ملح ورشة بهار أسود. بس. مثل أنا هيك بحبها أصلاً. رح ناخذ كف. لكن الدجاج رح ناخذه ديركت من الورقة. بنسقطه. بنسقط اثنين حط بعض. ما خلصت. تحت عني. هون يمكن تاخذ الدجاجة معنا وقت كثير قليل، تقريبا ما رح تاخذ أكثر من دقيقتين تكون استوي. حتى هون حتى الشقفة الثالثة. لأنه قد ما رقيقة. رقيقة كثير. رح ناخذ رشة ملح عليهم. رشة بهار عليهم. أنا هلا رح خلص الدجاج، رح آخذ الخبز بلش قليه، هيك بنكون حضرنا. إيه بزيادة. أوكي. هيك بنكون إذا بدك حضرنا أغراض الروسات كلها، وبنرجع بنشتغل فيها بنجمعها قبل ما ندخلها على الفرن. هيك لنستفيد من الوقت. نعمل ال لا بنخلص الدجاج رح نعمل الخبز. هون بمجرد ما قلبناهم فاتي شو؟ الدجاج مش مثل اللحمة، لازم نقليها، لازم تستوي على الآخر. اللحمة إذا ضلت شوي سينيونت ما في مشكل. الدجاج يعني ما في مهرة. يا نقي، ما في حل وسط. ما في حل وسط. هلا أكيد في آخر شيء يعني أوفر كوك، بس نحن عم نحكي يا مستوي ما في كويسون مثل الفيليه أو الأنتريكوت. نقي أكيد لا. لازم ننتبه يعني على الكويسون، لازم يكون مطبوخ كثير منيح. أنا رح أتركك دقيقتين ورجعت لك. يلا كون أنا خلصت الدجاج. بتعرفي شو في شقفة وحدة بس هون ما رح أقليها. فهلا الدجاج رح نطبخه. هون الدجاج برميه. رح بلش اشتغل بالباندومي. دائما الخبز تبع الكروك مونسيو بده يكون مقطع سلايسز ومقلي مع زبده بقلب المقلايه. نحن هون ما حطينا ملح وبهار. تاخرت عليك؟ لا بالعكس، سريعه جدا. مش الحال؟ ايه نحن هون الدجاج رح نبلش نشيل. هون عنا استووا على الاخر وحده ارق من وحده. هاي خلصت، ثانيه بعد بدها، وهي كمان بضل في هون. هلا رح نشيل هاي ورح نستفيد من المحل لانه بعد عنا شقفه وحده. يلا كل دجاجاتنا كلهم صاروا بالمقلايه. هاي خلصت، وهول شوي صغير بنعطيهم وقت. خلينا نبلش بالخبز. بالخبز بهالمقلاية اكبر بدي من عندك هيك شي ملعقة زبدة. قد ايه يعني معلقة؟ هي بعد نص وحدة مثلها.
اخذ انا حبة ثوم هيك لنكه فيها. بس هيك نحطها مع الزبدة. هيدا الجريل هلا رح نستعمله لندخل ساندوتشز على الفرن. على الفرن. انجأ بدنا نقليهم. مزبوط. نحمرهم شوي. هلا بتشوفي رح نرجع نزيد زبدة لأنه بمجرد ما سقطنا. ما أنا ليك وين تركت الزبدة؟ رح تشرب. رح تشرب اللي هو هذا الهدف. هي ما كثير رح تتحمص بالمقلاية. نحط اثنين. نعمل اثنين اثنين حب. بعضه. عندك صحن نشيله؟ في صحن. في؟ لا هيدا استعملني هلا بنجيب صحن. دوختني. لا بسيطة ولو. يعني. طيب احنا هلا بتشوفي اللون اللي رح تاخذه الخبزة من ورا الزبدة. ناخذ وحدة ثانية تنقلبها. يلا ليكي شو هالجيب. بعد ثواني. هلا بنعمل ستيشن صغيره هون يعني. اخر شيء بنعمل السلاد بنبلش نطبق بندخلهم على الفرن. على البريك نعمل سلاد. ايه سلاد قول هي رح تكون ما بدها شيء يعني. نعطي هيك لون لل هيك شو حلوين للصحن. شكلك لونهم شو حلو كيف دغري اخذوا بسرعه حراره عاليه اكيد واكيد شربوا الزبده على طول اخذ طعمه من الزبده. اوكي نحن هلا مثل ما كنا قلنا رح نزيد الزبده. يلا رح بضل عنا نقي هول الرفيع حلوين. شغلة أكلة. أنا برأيي اليوم رندا ما تعرف بالحلقة. هلا بالشغل رندا ما عم تحضر. شديدة ما طلعنا اليوم. بس تشوف كل هول الخبز المقلي ومش اسمر الخبز يا عين. وناتالي كمان بكره تجي قال ما تقلنا مرحبا الصبح. لا منا هيك. كل واحد حر, حر هي بتعطي نصايح نحن علينا نطبقهم اذا بدنا ولا لا. اوكي بكفوا بعتقد. يلا يلا قد ايه بعد عندنا وقت؟ والوقتنا هلا نحن ما بقى كثير بدنا وقت بدنا نعمل فينيشينج اغراضنا صارت جاهزه. اوكي بنخلي هيدي هون بلكي عزنا بدنا نحمص لنا شي خبريه بعد شي خبزه. قصه كثير هينه كثير بسيطه اصلا هون اهون هو الكروك مونسيو ما في كثير برودوي بقلبه هو جامبون وجبنه واكيد الزبده اللي حطيناها. بس نحن شو رح نعمل؟ لانه فيها دجاج وبالاخص صدر الدجاج رح تطلع شوي ناشفه رح ناخذ كريم تشيز بكعبها. اوكي ندهن شوي. ايه حطهم هول الحلوين لبرا. ايه اكيد شوي صغيره بدنا نزعبش لانه صدر الدجاج رح ينشفها للساندويتش. تصورت تدهنها زبده هلا. هلا الكروك مدام شو الفرق؟ الفرق هي زيتها بس بينحط لها فرايد اجز على وجهها. صح. هلا نحن هون اول كوش جامبون. بعد جامبون. هون بعد هلا موتزاريلا. الموتزاريلا هي بتعطيها تكستور الحلو بتصير تمغط بس تنقص. بعد بدنا ندخلها على الفرن. اكيد رح ندخلها على الفرن يمكن 4 دقائق ماكسيموم بس لحتى او 3 دقائق
لحتى بس دوب الجبنه. وهيدي البروفولون، البروفولون بتعطيها الطعمه هيك الحد الطيبه. ما بتنصح ابدا ابدا. ما لا 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 جبنة بروفولون رح اخذ يلي طعمة الجبنة مثل الأشقوين شوي. مزبوط. أوريغان. أوريغانو. رح اخذ نكزة بهار عليها هيك لنعطيها هلا رح تدوب كلها. الهدف كمان تنزل برات الجبنه ما تطلع بعدين بنقصها لاثنين. واكيد بعدين بنقصها وقصتنا قصه. هلا هلا بدنا نحطهم شي 3 دقائق. 3 دقائق ماكسيموم. قد ايه الحراره؟ درجه حراره 180 يعني. ما بدنا درجه كثير واطيه، بدنا هيك نرجع نسخنها بطريقه سريعه. ليش حراره عاليه؟ لان اذا حراره واطيه بصير بدنا نزيد الوقت، بصير الخبزه تقرش. نحن ما بدنا اياها تطلع بسكوي. بتعرفي شو، خليني احط لها تما يطيروا على الفان تبع ايه هولي. كيف بدنا نرجع منشيلهم؟ ما عليه خليني بعد ما نقص. لا لا عم بدنا نرجع نقصهم لاثنين. نقصهم رح ندخلهم نرتب شوي ونخلص السلد. اوكي. هي بس تظهر من الفرن بنقصها وبنعمل برزنتيشن. يلا هيطلع نضرب شوي انا نشيل هالاخبار. بدنا نعمل السلاد هلا؟ بدي افرم شوية بندورة فرزية وبعد البريك نعمل البرزنتيشن. بدي احط طماط وبدي احط خس شوية ايسبرغ. بقلة كثير طيبة، أنا كثير بحب استعملها بالسلادات حتى لو مش خصوصا هيك بس تكون طرية حتى لو مش عربية. بروسات نحن هون رح ننقي كم وحدة صغار وهلا بنقص الكبار لاثنين لشقفتين. نحن الساندويتشز كمان هلا رح نشيلهم بعد 3 دقائق. مسيو مع الدجاج ما بقى عندنا غير برزنتيشن ونخلط السلاد. نحن هيطلع نحط الزيت، ما رح نخلطها هلا اكيد تمام. زيت وحامضة ايه كلاسيك على الاخر. كلاسيك ما كثير بدنا نعطي السلاد طعمه قويه تنقدر نحافظ او نبين طعمه ال مصفايه. نحن رح ناخذ سوا بريك مشاهدينا وبعدين نرجع لكم بتيستينج. جاهزة؟ يا سلام. ريدي جو. يلا. نحن شلناها من الفرن، إذا بتحط إيدك هون بتشوفي هالقرش اللي إذا بدك أخذت الاسم من وراها هي الساندويتش اللي هي ما أخذناها من الفرن. إيه أخذناها من هون بس اللي هي مع الزبدة. هيدي نفسها بتصير بان بيردو؟ لا غير حشوة وغير نوعية خبز. ليك شو صار عندنا؟ غير حشوة أكيد. واو فينا أعطيها لكاتيا؟ فيكي على الأكيد بس لنحط هاي بلكي تضل مهداية. ما رح نقدر كاتيا هون نحن عملنا الكروك مسيو الكلاسيك بس زدنا لها دجاج بقلبها. ميرسي. وزدنا لها كريم تشيز لانه صدر الدجاج رح يعطيها رح ينشفها لان في عندك الخبز. هي بالاساس جومبون والجبنه مع الزبده بس نحن زدنا لها دجاج وزدنا كريم تشيز لحن صدر الدجاج رح يعطيها نشاف رح تنشف الساندويتش. كرمال هيك زدنا غيرنا بالريسبي شوي يعني حتى صوتها نحن عم نقصها كيفين كلها عم تقرش
سي فري. اوكي دهنين عليك شوي. ناكل القلب. انا كثير طيبة مع الدجاج. ايه جاد؟ انا رح اقص شقفة صغيرة. كثير طيبة مع الدجاج. الدجاج طيب مع الجبنة. عن جد. وقرشة الخبز غير شكل. فعلا. كلها عم تقرش. كثير طيبة. مهضومة كثير. فيها نوعين جبنة كمان. فيها بروفولون. في حبق بالسلاد. بالسلاد. اوكي. فيها اوريجانو بقلبه. دراي اوريجانو. شم ريحة حبق ومش عم بعرف من وين جاي. صندوق السلاد. والسلطة ناتر. طبيعي. حمض وزيت بس. دائما يعني ما كثير تفلسفنا بالسلاد لأن هي الأساس بدنا الطعمة بالساندويتش تبين ما بدنا نغطي صح. بصوص جديدة أو صوص سويت أند ساور أو أو أو. فالسلاد كلاسيك والطعمة كلها بالخبزة إذا بتلاحظي الخبزة هي الأساس بكلها. طيبة. وهيدي بنكون عملنا كروك مسيو مع دجاج اليوم، بكره كمان دجاج بس بغير طريقه اكيد. كروك مدام زيت الشيء بس بنزيد لها بيض. مزبوط بيض فرايد اكز على وجه الخبزه. صح. سيتو. صح. فيري نايس. تقلب من مذكر لمؤنث. فينا نقلي الخبزه بالزيت بدل ما بتعطي هالقرشه وما بتعطي هاللون. نكهة ليش بتاخذ لون بالزبده؟ لان فيها الحليب واذا بتلاحظي انت دائما الزبده بيحترق قبل الزيت صح. فبيعطيها الكوشه بطريقه سريعه نحن بمجرد ما حطيناها بالمقلايه لاحظتي اخذت معنا دقيقه ماكسيموم دقيقه واخذت لون واخذت القرشه صح. فالزبده اساس يعني اذا واحد بده ياكلها خلينا نحط زبده نعملها عقصوله وناكل مره بالشهر منها صحيح. ميرسي جاد بنشوفك بكره على قناه مشاهدينا. انا برجع بشوفكم نهار الجمعه ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي.